يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعرف من هو أول من قسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات؟ يعني عندكم التشكيك في هذا، يعني تبوا تحذفون أقسام التوحيد مثل ما يقوله بعض الملاحدة في هذا العصر. أقسام التوحيد مأخوذة من القرآن، كل الآيات اللي تحدث عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة هي من توحيد الربوبية، وكل الآيات التي تتحدث عن العبادة فهي توحيد الألوهية، تحدث عن العبادة والشرك هي في توحيد الألوهية، كل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته فهي من توحيد الأسماء والصفات، هذا مأخوذ من القرآن. نعم.